كما عودتكم شركة أول فون دائما أن تكون سباقة وتكون في قلب الحدث. اليوم وفرنا شاشة بتقنيات حديثة داتا شو ليزرية تعرض على جانبين بمساحة 120 بوصة خدمة لخليجي 25 وفرحة منا بهذا الحدث. فنرجو الاستمتاع للكل إن شاء الله، وحياكم الله في بصرتكم بصرة الخير، حياكم الله. شكرا. طبعا اليوم جماهير البصرة بكل أماكن المدينة متجمهرة ومتجمعة في سبيل إنجاح بطولة الخليجي 25 المقامة في مدينة البصرة الفيحاء. ولاحظنا أنه كل بصراوي كل عراقي لم يدخر أي جهد من أجل إنجاح البطولة، كمحلات تجارية كجهات كشركات. نلاحظ اليوم شركة أول فوند في موقع الجزائر هنا في وسط البصرة وضعت داتا شو في مدخل الشركة تستقطب الجماهير، وهذا بحد ذاته مبادرة رائعة من قبلهم حتى تساهم في إنجاح هذه البطولة وحياة هذا العرس الكروي الخليجي العراقي العربي الكبير. إن شاء الله يا ربي تنجح البطولة ويستمر هذا العطاء البصراوي اللي نفتخر به. إحنا اليوم شاهدنا استقبال الوفود الخليجية، الجماهير الخليجية، أخواتنا من المحافظات العراقية كانوا في اليوم هم في أحضان مدينتهم مدينة البصرة. وشركة أول فوند تحية كبيرة لكم على هذه المبادرة الرائعة. Thank you.